مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم ساندويتشات اللي كيجيو اكثر من رائعين، لا في الشكل ولا في المذاق. كما كتعرفوا حنا دابا في فصل الصيف، يعني كنحتاجوا بحال هاد الوصفات هادو. غادي نشارك معكم خبز ساندويتش كيجي قطني وخفيف، كيجي ناجح من اول تجربه. وكذلك غادي نشارك معكم سلطه اللي كتجي بنينه وبارده وسهله في التحضير. وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وهنا اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي العجينه ديال الساندويتش. اللي كنحتاجوا ليها 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ربع لتر ديال الحليب دافي، معلقه كبيره من السكر سنيده، بيضه كامله، عندي جوج معالق كبار من الزبده لينه، معلقه كبيره من خميره فوريه، وجوج معالق كبار من زيت المائده، وعندي حتى معلقه صغيره ما عمرش ديال الملح، نسيت ما ذكرتها معكم في المقادير. هنا اول حاجه كناخذ ديك الخميره فوريه، كنضيف عليها السكر سنيده، وكنضيف عليها شويه ديال الحليب، وكنخلطهم مزيان وكنخليهم على جنب حتى كيتفاعلوا ليا. هنا في البول ديال العجانه اولا ممكن اننا نعجنهم بيدينا. هنا كناخذ الدقيق كنضيف عليه ديك الملحه، كنضيف البيضه كامله، وكنضيف عليه دوك جوج معالق كبار ديال زيت المائده، وكنضيف شويه ديال الحليب، وكنردهم يتعجنوا. هنا غير كنجمع العجينه ديالي غير شويه، من بعد كنضيف عليها ديك الخميره كما كتشوفوا راه تفاعلات ليا، وكنبدا كنضيف الحليب شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. يعني هاد الكميه ديال الحليب راه كتجي هي هذيك مع هاد الكميه ديال الدقيق. الا كان خاصني يعني كنزيدو يا اما الحليب اولا شويه ديال الماء. وكما كتشوفوا يعني هنا كتبدا كتجمع ليا العجينه ديالي مزيان كما كتلاحظوا معايا، يعني كتبغي يدلك باش هكا كتجينا رطبه. من بعد اخر حاجه كنضيف ليها دوك جوج معالق كبار ديال الزبده لينه، يعني تقريبا بحال الشكل ديال البريوش، يعني حتى الاخير، وكنضيفوا عليها الزبده باش هكا كتدخل فيه شويه بشويه باش يجيونا لي ساندويتش ديالنا رطبين وقطنيين. وهنا بعد ما تجمعت ليا العجينه يعني كنحيدها من البول، وكنحاول نخدمها غير شويه بيدي، يعني غير باش نضمن ان ديك الزبده كلها دخلت ليا في العجينه. وكما كتشوفوا العجينه راه كتجي طريه، كتجينا رطيبه، وكنردها لهاد البول هذا، وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي، وكنخليها على جنب حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالها. وبالنسبه للدجاج كنتاكي، عندي هنا شرائح ديال الديك الرومي اللي غسلتهم مزيان، يعني بالحامض والسكنجبير والملحه، يعني تقطرتهم. عندي تقريبا هنا غادي تكون واحد 700 اولا 600 غرام، يعني كميه كتبقى حسب الرغبه. بالنسبه للتوابل عندي هنا شويه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال خرقوم بلدي، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره من بودره الثوم، وشويه ديال الملحه. عندي معلقه كبيره ما عمرش ديال الدقيق، بيضه كامله، وعندي كيس من خميره الحلويات. هنا كناخذ واحد البول كنضيف ليه ديك البيضه كامله، من بعد كنضيف عليها ديك معلقه كبيره من الدقيق الابيض، وكنضيف عليها التوابل اللي شاركت معكم، وكنحاول نخلط المكونات مزيان تنسجموا ليا. اخر حاجه كنضيفها هي خميره الحلويات. من بعد كنبدا كنرقد الفيلي ديال لادانز ديالي في ديك التتبيله، يعني باش ما بقى فيها كان احسن، باش هكا كيجينا مشرب مزيان، و حتى الفيلي ديالي يعني كيجي فتي في الطهي ديالو. يعني هنا كنغطيهم بالفيلم اليمونتير وكنردهم الثلاجة تقريبا، هنا خليتهم واحد ساعتين عاد من بعد طيبتهم.
ونرجعوا للعجينه ديالنا. كما كتشوفوا معايا راه اختمرات والضعف ديال الحجم ديالها. هنا راني خليتها تقريبا واحد 30 حتى 40 دقيقه، يعني حتى كتختمر ليا مزيان باش هكا كيجيونا ناجحين. وكنبدا كنفرغ داك الهواء اللي كيكون داخل في العجينه ديالي. ومن بعد كنبدا كنقسمهم. يعني بالنسبه لي انا دائما كنبغي نعبر، يعني باش يجوني هكا كلهم متساويين. يعني بالنسبه للكبار درت فيهم تقريبا واحد 100 غرام لكل وحده، وبالنسبه للصغار درت فيهم تقريبا 60 غرام. يعني بالنسبه لهاد العجينه هذه في المجموع خرجت لي 5 ديال لي ميني باغيت، وخرجت لي 4 كبار. وهنا جيت نشارك معكم الطريقه باش كنطلقهم. كما شفتوا يعني ما كنستعملش الدقيق نهائيا. بالنسبه للدقيق الا دخلينا لداخل ديال لي باغيت ديالنا، يعني بحال كيلصق العجينه، ما كيخليش ليها المجال فين تنتفخ وتجينا هكا قطنيه. يعني انا ما كنستعملش الدقيق نهائيا، يعني كنعرف هكا كيفاش نتعامل مع العجينه، وممكن نستعمله غير شويه. انا كما كتشوفوا يعني كنطلق شويه بالعرض وكنحاول نطلق بالطول، يعني كنديرها بهذا الشكل هذا اوفال. وكناخذ الجوانب يعني كنحطهم على بعضهم يعني نفس القياس، وكنبدا كنقرصهم بهذا الشكل هذا. يعني الطريقه راها واضحه، يعني كنحاول نقرصهم مزيان باش ما يتحلوش لينا، وكنحاول نثبتهم من التحت وكنحطهم على الجهه مناش سديت لي باغيت ديالي. وغادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. وهنا كما كتشوفوا معايا بعد ما كملت لي باكيت ديالي الكبار، هنا كناخذ واحد الموس كيكون حاد، وكنحاول ندير اشرطه بهذا الشكل هذا، يعني قبل ما يختمروا لينا، باش ملي كيختمروا كيجي فيهم هكا دوك التفليحات باينين وكيجي الشكل ديالهم زوين. ونفس الشيء بالنسبه لي ميني باكيت ديالي، حتى هما كنطلقهم بنفس الطريقه وكنخليهم حتى هما في اللاطه ديالهم حتى كيختمروا لينا. وهنا كما كتشوفوا معايا هنا خليتهم تقريبا واحد 20 دقيقه، يعني غطيتهم وخليتهم ختامروا لينا مزيان. هنا كناخذ واحد البيضه كامله كنضيف عليها قطرات من الخل، وكنبدا كندهن السطح ديالهم بهذا الشكل هذا. يعني كنحاول انني ما نضغطش، غير كندوز عليهم وصافي. وهنا حاولت انني نخرج على كما كنديروا يعني الزنجلان والبافو، حاولت انني نغير. خديت هنا الزريعه البيضاء، الزريعه الكحله، زريعه الكتان، وخديت الشوفان خلطتهم مع بعضهم وبديت كنديرهم على السطح ديال لي باغيت ديالي. صراحه عطاهم شكل زوين. هنا بعد ما كملت الكيمياء كامله اللي عندي، بالنسبه للفران راه سخون من قبل، يعني كنشعلو على 180 درجه، يعني غير كندخلهم كنردهم على 180 درجه، كنشعلو عليهم من التحت يعني حتى كيبانوا لينا بلي طابو مزيان. من بعد كنشعلو عليهم من الفوق يعني دغيا كيتحمروا. هنا راني طيبت اللاطه الاولى، عاد من بعد طيبت اللاطه الثانيه. وهنا جيت نشارك معكم صلصة البرجر اللي كتزيد صراحة مذاق زوين لهاد السندويتشات. هنا خديت جوج معالق كبار ديال المايونيز، معلقة كبيرة من الكاتشوب، ومعلقة كبيرة من لاموطاغط، وكنضيف عليهم بصيرة صغيرة مشلضة، معدنوس، عندي هنا بودرة ديال التومة، شوية ديال البزار، وشوية ديال الملحة.
ومن بعد ضفت عليهم شوية ديال التحميرة وكنخلطهم مزيان، وها هي الصلصة ديالي جاهزة. وكنغطيها بالفيلم اليمونتير وكنردها للثلاجة حتى نبغي نصاوب لي ساندويتش ديالي. وهنا بالنسبة للدان ديالي خليته تقريبا واحد ساعتين، يعني باش ما تشرب لينا كيجي احسن. هنا انا غادي نستعمل لا شابليغ، الا كان داك الكونفليكس ديال الذره كان احسن. انا هنا ما كانش متوفر عندي بصراحه، كيزيد واحد القرمشه زوينه لهاد الكينتاكي. انا هنا اكتفيت غير بلا شابليغ. وكنبدا كناخذ الشرائح ديالي وكنبدا كندوزهم مزيان في ديك لا شابليغ، يعني ما كنخلي فيهم حتى بلاصه، وكنبقى مستمره يعني حتى كنكمل الشرائح ديالي كاملين. من بعد هنا كناخذ واحد المقيله، يعني كندير فيها الزيت، يعني ماشي تكون كثيره بزاف كما كتشوفوا معايا، يعني كتكون سخونه، وكندير فيها الشرائح ديالنا وكنردو معاهم البال، لان كيكونوا هكا رقاق ويعني كيكونوا شاربين ديك التتبيله، يعني دغيا كيطيبوا لينا. وبعد ما طيبت الكميه الاولى، من بعد دزت طيبت الكميه الثانيه. وهنا بعد ما خرجت خبز لي ساندويتش ديالي من الفران، يعني كنرد معهم البال ما كياخذوش لينا وقت طويل، وكما كتشوفوا كيجيو محمرين، كيجيو اللون ديالهم زوين بزاف، وحتى الشكل ديالهم وبصراحه كيجيو خفاف، كيجيو قطنيين كما كتلاحظوا معايا. يعني انا من الاول كنرقق العجينه باش هكا ما تجيناش هكا كثرت البابه في الداخل، بصراحه كيجيو غزالين غزالين وكيجيو خفاف، وممكن انا نحتفظ بهم في المجمد، يعني كيبقاو لينا رطبين كما هما. وكما كتشوفوا معايا حتى هاد الصغيورين الصراحه جاو حلوين في المنظر ديالهم، حتى هما كما كتشوفوا راهم جاو خفاف. هنا غادي نبدا نعمر معكم لي ساندويتش. هنا عندي شويه ديال الخس، عندي مطيشه اللي قطعتها شرائح بهذا الشكل هذا، عندي صلصه البرجر اللي شاركت معكم اللي كتجي لذيذه بزاف، عندي المايونيز، هنا ما كانش متوفر عندي كيتشوب. هنا عندي لي طرونش ديال فروماج ساندويتش، عندي لدان فيمي، وعندي شرائح ديال السلامي. ودابا غادي نبداو نعمرو لي ساندويتش ديالنا. هنا كنحاول انني نقطع لي باغيت ديالي، كيف كتشوفوا راه كيجيو رطيط بين حتى من الداخل، كيجيو مفشفشين. هنا اول حاجه كناخذ هذيك الصلصه وكنحاول ندهن لي باغيت ديالي مزيان. من بعد كنبدا كنضيف عليهم مطيشه وكنضيف عليهم الشرائح ديال كينتاكي وكنبدا كنضيف عليهم لي طرونش ديال فرماج ديال الساندويتش وكنضيف المايونيز كما قلت لكم. انا هنا ما كانش متوفر عندي الكيتشوب، هو اللي الصراحه غادي يجي احسن. وكنبدا كنضيف عليهم الخس بهذا الشكل هذا. يعني كل شويه كندير المايونيز باش هكا لي ساندويتش ديالنا ما يجيوناش ناشفين. ومن بعد كنضيف دوك لي طرونش ديال السلامي مع لا داند فيمي، كندهن الفوق ديال لي باغيت ديالي باش كما قلت لكم ما يجوناش هكا ناشفين. وها هما لي باغيت ديالي اولا لي ساندويتش ديالي جاهزين كما كتشوفوا، كيجي الشكل ديالهم رائع، يعني كما قلت لكم كيجيو زوينين بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق، يعني حتى الوليدات الصغار كيعجبوهم، يصلحوا للمدرسه، يعني الخارجات كما قلت لكم حنا دابا فصل الصيف، يعني كنخرجوا كنمشيو للبحر لا بيسين، يعني يقدروا يعني غيفيدونا بزاف ديال الحوايج. وكما كتشوفوا معايا حتى لي ساندويتش الصغيورين صراحه هما كيجيو زوينين في الشكل ديالهم. ودابا غادي ندوز باش نوجد معكم السلطه. وبالنسبه للسلطه عندي هنا ابلي اللي طيبته تقريبا واحد 7 ديال الدقائق ورديته للثلاجه حتى برد ليا مزيان. عندي بصله صغيره مشلضه ونص خياره مقطعه صغيره،
عندي جوج ديال الحبات ديال الخيزو محكوكين بهذا الشكل هذا، عندي علبه من الطون وعلبه من المايس، وعندي المايونيز. بالنسبه لهذا المايونيز منزلي ان شاء الله مره اخرى غادي نشاركه معكم، يعني كل مره كنديرو بطريقه في شكل. وبالنسبه للسلطه يعني كناخذ تقريبا كل شيء وكنخلطهم في دقه. هنا خديت ايبلي ضفت عليه الخيار البصله خيزو وكنضيف عليه المايس، يعني كنخليه شويه على قبل التزيين. ونفس الشيء بالنسبه للطون يعني كنضيفه كنخليه شويه للتزيين. يعني بالنسبه لي انا السلطه هذه كنفضل انني حتى نبغي نقدمها عاد كنخلطها، من بعد كنضيف عليها انا شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. كيف قلت لكم يعني حتى كتبغي تقدم عاد كتخلط باش هكا كتجينا زوينه. وفي الاخير كنضيف عليها هنايا معلقه ديال المايونيز، يعني كاين اللي ما كيبغيش. وكنخلط المكونات ديالي كاملين. هنا من بعد راني ضفت عليها واحد البيضه محكوكه، ومن بعد كنخلط المكونات ديالي كامله، وها هي السلطه ديالي جاهزه. وهكذا كتجي الغديوه ديالنا. هنا بالنسبه للساندويتش رافقتهم هنا مع شويه ديال الفريت وعصير ديال الليمون والصلاد اللي شاكس معكم. كما كتعرفوا الوليدات يعني ضروري من الفريت. بصراحه يعني كنصحكم انكم تجربوا هاد لي ساندويتش هادو، لان بصراحه يعني فعلا كيستحقوا التجربه، كيجيو زوينين بزاف، كيعجبوا الوليدات، ودغيا كيوجدوا. يعني نحاولوا نغيروا بهم دابا الصيف، يعني نحاولوا نتفننوا في الطبيلات ديالنا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما كنش طولت عليكم بزاف، وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.